I'm a president of a sovereign state. بكل هذه الصرامة دافع الرئيس الفلبيني عن حربه على المخدرات قبيل سفره إلى لاوس ولقائه الرئيس الأمريكي في قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا. The campaign against drug will continue. Maraming mamatay dyan, 20 will be killed until the last soldier is out of the streets. النبرة العالية سببها أسئلة الصحفيين عن نية الرئيس الأمريكي انتقاد مسألة القتل من دون محاكمة في القضايا المتعلقة بالمخدرات خلال لقائه نظيره الفلبيني رودريغو ديوتيرتي، إلا أن الأمر وصل مع الأخير إلى استعمال كلمات نابية بحق أوباما. التصريح الناري قابله رد غير مبال من الرئيس الأمريكي. So clearly he's a colorful guy. What I've instructed my team to do is to talk to their Philippine counterparts to find out is this in fact a time where we can have some constructive, productive conversations. تصريح أوباما تبعه إعلان المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي إلغاء الاجتماع بين الرئيسين وأن أوباما سيجتمع بالرئيس الكوري الجنوبي بدلا من الفلبيني. وتقول الأرقام إن 2400 شخص قتلوا في عمليات مكافحة المخدرات منذ تولي ديوتيرتي الحكم في حزيران الماضي، ما دفع الأمم المتحدة إلى التنديد بهذه السياسة واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان.